فخامة الرئيس، السادات والسادة الحضور الكرام، أرحب بحضراتكم مجددا في حفل إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان. إن الحوار وسيلة هامة للتواصل والتفاهم، والاختلاف وليس الخلاف مصدرا للإثراء الفكري ونهضة ورقي المجتمعات. ولعل أبرز ما يميز هذه الاستراتيجية اليوم إنها نتاج عملية حوار مجتمعي مع ممثلين من العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. تبدأ الآن حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل. يشارك فيها السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذة منى ذوالفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأستاذ طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، ويدير الجلسة النقاشية الإعلامي القدير شريف عامر. شريف، شكرا جزيلا جاسمين. أولا لابد من نقطة شخصية أعبر فيها عن شديد امتناني وتشرفي بإني موجود النهاردة، موجود ضمن هذا الحدث أمام السيد رئيس الجمهورية، أمام المجتمع المصري بأكمله. الحدث كبير كما تابعنا عبر الفعاليات السابقة خلال بداية اليوم النهاردة، إطلاق الاستراتيجية المصرية الوطنية لحقوق الإنسان هي مسيرة مستمرة وتراكمية كما ذكر في الكلمات، لكن هي في نهاية الأمر أيضا هي حدث مصري خالص، لكنه حدث مصري خالص بمفردات شاركة مصر فيها لأول مرة في القرن الماضي مع إعلان حقوق الإنسان، وتستمر فيها مصر النهاردة وفقا لأحدث المصطلحات والتغييرات اللي بيطلبها هذا العصر. في كلمات السيد رئيس الجمهورية وبحد نص ما قاله بعد أداء القسم الدستوري مباشرة وتحمل مسؤولية هذه الدولة، كان هناك عدد من المصطلحات المختلفة لكنها كانت دايما بتتكرر بترتيب واضح: الدولة المدنية الحديثة، إعادة بناء الدولة، وذلك طبعا بعد تجاوز وهزيمة خطر داهم كان يهدد هذا البلد. حتى هذه اللحظة والوصول أيضا لكلمات كان يتحدث عنها ويكررها بنفس هذا الترتيب والأولوية، الوصول لشمولية حقوق الإنسان، فلا يتم الفصل ما بين حق المأوى وفرصة العمل والنمو، لا يتم الفصل بين هذه المصطلحات وبين حرية الرأي والمعتقد والتعبير. كان ترتيب الأولويات واضحا، ورأينا ثمرة حقيقية تظهر أمام حضراتكم وأمام المجتمع المصري كله وأمام العالم هذا اليوم. اليقين الأساسي أنه هناك كثير تحقق، واليقين أيضا أنه ما زال لدينا ما نحققه ونقدمه. حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل هنبدأ فيها النقاش. المجموعة المتميزة من المشاركين في هذه الجلسة هم شركاء على مدى سنوات عبر عمل مؤسسات تنتمي للحكومة، مؤسسات لا تنتمي للحكومة، وحتى على مستوى الرأي العام. سأطلب طلب واحد فقط، هو طلب يتكرر دائما من الناس اللي بيبقوا قاعدين في موقفي، هو رجائي الشديد بالتزام توقيتات محددة لا تتجاوز الخمس دقائق على أقصى تقدير. برحب بحضراتكم جميعا. أنا أحب أبدأ مع سيد وزير العدل، لأنه ممكن المتابع لنا في هذه اللحظة ما يعرفش احنا وصلنا للحظة دي ازاي، وده اللي انا بطلبه من حضرتك اولا. شكرا جزيلا. وقبل ما اجاوب على سؤال سيادتك، في شكر واجب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه القوي لملف حقوق الإنسان على مدار سنوات حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التي نشهد فيها إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان، وهذا حدث غير مسبوق في الدولة المصرية. أما بشأن الإجابة على سؤال سيادتك، إحنا كنا بنعمل إيه في الفترة اللي فاتت دي؟ الدولة كانت بتبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان. هذه المنظومة قوامها الآتي: أولاً الرؤية، عايزين رؤية وطنية لحقوق الإنسان.
ملامح الرؤية كتير، لكن هجتزئ منها بعض الفقرات والبنود. هذه الرؤية بتقوم على أن الدولة المصرية بتحترم وتكفل وتعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية. ثانيا، الدولة المصرية بترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة مجالاتها المتعارف عليها الخمسة: المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية. أيضا الدولة المصرية تهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ولكن في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية. دي يمكن أهم ملامح الرؤية. لو انتقلنا بعد كده، عايزين بنية تشريعية. البنية التشريعية عندنا الدستور بيكفل حقوق الإنسان بين دفتيه، لكن بيكفلها بصفة عامة. ما زلنا في حاجة إلى تشريعات تبين بصفة تفصيلية بعض الشيء، كيفية ممارسة هذه الحقوق، فبنلجأ إلى التشريعات. وأحياناً الحق الواحد بيحتاج أكثر من تشريع بيعالجه من جوانب مختلفة. بنيجي بعد كده القرارات الإدارية. بنحتاج القرارات الإدارية لتنظيم الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لممارسة هذه الحقوق. ده فيما يتعلق بالبنية التشريعية. بعد كده بيبقى عندنا عايزين مؤسسات تقوم على عملية حقوق الإنسان. بقى عندنا مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الحكومي عندنا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عندنا في كل وزارة ومحافظة يا قطاع يا إدارة أو حتى وحدة مخصصة بحقوق الإنسان فقط. على مستوى بصفة خاصة يعني على وزارة العدل، وزارة الداخلية، النيابة العامة، فيها قطاعات وإدارات لحقوق الإنسان. طيب هنيجي بعد كده على المستوى العمل الأهلي والمجتمع المدني. عندنا منظمات معنية مباشرة بحقوق الإنسان وأخرى بطريق غير مباشر بتهتم بحقوق الإنسان أي مكان الشكل القانوني اللي بتاخده. عندنا أيضا المجالس القومية الأربعة: مجلس القومي لحقوق الإنسان، مجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة. وعندنا أيضا، بس ده مش عمل حكومي، عندنا لجنتين: لجنة في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ، معنيين بحقوق الإنسان. ده هيكل مؤسسي موجود بالفعل على أرض الواقع. تبقى إيه بقى بعد كده؟ أنا عندي ناس شغالة في كل المؤسسات دي بتعمل ممارسات على أرض الواقع لحقوق الإنسان، سواء في شكل مبادرات خاصة بالحكومة أو في شكل مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أو المجتمع المدني، مثل مبادرة حياة كريمة، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة مثل هذه المبادرات الكثيرة. دي عملت إيه؟ عملت لي كوادر تقدر تعتمد عليها في مجال حقوق الإنسان، وأيضا شكلت لنا خبرة متميزة في هذا المجال. لما وصلنا النقطة اللي اكتملت فيها المنظومة دي، قدرنا نقف ونقول إحنا حققنا إيه، عايزين إيه، وتحدياتنا إيه، من خلال الاستراتيجية التي تطلق اليوم. الاستراتيجية دي ليست نهاية المطاف، دي إصدار أول، وإن شاء الله يبقى فيه إصدارات متتالية بحيث نصل إلى مستوى الذي يتمناه فخامة الرئيس إلى الشعب المصري في حقوق الإنسان إن شاء الله. شكرا. في جلسات دايما تحضيرية ونقاش يتم قبل بداية الجلسة الرسمية، كان في نقاش مستمر ما بين المشاركين، كانت بتشارك فيه الدكتور منى والأستاذ إبراهيم بشكل مباشر عن فكرة أهمية التشريع وأثر هذا التشريع على المجتمع اللي بيخاطبه وبينظم ممارساته، وده اللي أنا بسأل عنه الأستاذ إبراهيم عيسى، عن أهمية التشريع وأثره. أشكرك جدا أستاذ شريف. طبعا النهاردة مشهد أظن أنه مشهد تاريخي ولحظة شديدة الأهمية، أنه إطلاق الحملة أو إطلاق الوثيقة والاستراتيجية لحقوق الإنسان، أعتقد أنها خطوة وأتمنى أنها تكون قفزة تساوي وتوازي القفزات في
مجال التنمية والإنشاء والإنجاز والمشروعات اللي بتشوفها مصر والدولة المصرية. أعتقد أنه في هذه اللحظة يكاد يكان يعني الجمهورية الجديدة تحقق ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تفي به، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة. فالحياة الديمقراطية السليمة اللي هي منطلقها ولا شك ومبدأها ورسوخها الحقيقي بقيم حول الإنسان، مش بس قوانين حول الإنسان، إن القيم تبقى موجودة في المجتمع وموجودة بشكل كبير في مؤسسات وكيانات الدولة. الحقيقة مهما كانت الأهداف نبيلة ومهما كان التشريع عظيما، إلا إنه الفرق بين يعني سقف التشريع وأرض التطبيق بيبقى مشكلة حقيقية في واقعنا. إحنا بنلاقي أحيانا إنه هذه القوانين والتشريعات على نبلها وعلى مقاصدها العظيمة، هناك ربما جهات أو هيئات أو أطراف في مفاصل المجتمع بتفرغ هذه القوانين من معناها ويعني تعمل محاورة ومناورة وإفراغ للمضمون، فإذا بها تتحول إلى يعني حالة ورقية وليست حالة واقعية. النقطة الثانية إنه الحكومة ليست هي مصدر التشريع، هي اللي بتقدم مشروعات للقوانين. مصدر التشريع هو السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية برلمان ومجلس نواب، فيه يعني توازناته وفي ضغوطه وفي نفس الوقت يعني قوة تختلف وتتفق. هل كل هذه القوانين وكل هذه التشريعات في حاجة إلى قوة تتبناها، قوة تشريعية داخل البرلمان، قوة تملك الإيمان بهذه الاستراتيجية وتملك الإيمان بتحويلها إلى قوانين؟ لأنه إحنا لنا تجربتين سابقتين، الحكومة تقدمت من فترة بقانون للجمعيات الأهلية بتوافق يكاد يكون مدهش ما بين الحكومة وبين المجتمع المدني، ففوجئنا بالبرلمان بيقدم قانون مغاير تماما، موضع اختلاف وموضع جدل، حتى أن يعني الذي أنقذ الموقف هو تدخل كريم وكبير ومهم وتاريخي من الرئيس السيسي، فأعاد يعني لم يصدق على القانون وأعيد مرة أخرى الدورة كاملة حتى جاء بقانون. هختم حالا يا فندم، ونفس الحكاية في قانون دار الإفتاء برضو دخل في البرلمان، ويعني وقانون يدعو إلى استقلالية تمكن هذه الهيئة من استكمال دورها في تجديد الخطاب الديني، استغرق وقتا طويلا انتهى إلى أنه برضو تدخل كريم ومهم وتاريخي أن الرئيس السيسي أصدره في مرسوم قانون. وإحنا بنتكلم الجملة الأخيرة فيما يخص حجر أساس الاستراتيجية، في ظني أنه إحنا محتاجين بقوة نقطتين. يعني إحنا بنتكلم على من 21 ل 26 خمس سنوات، أنا أتصور أن إحنا محتاجين تحرك الخمس ساعات الأولى أو الخمسة أيام الأولى على مستوى التشريع فيما يخص مادة الحبس الاحتياطي، وأعتقد أنه مادة الحبس الاحتياطي كان بيمليها ظرف شديد التعقيد وشديد التهديد، وكان في إرهاب وموجات إرهاب تسمح أنه يعني بقبول فكرة التعديل التشريعي. إنما الآن والدولة المصرية بتستعيد قوتها وعافيتها، دولة قادرة ومتمكنة، دولة صلبة، أعتقد أنه يعني مراجعة إطلاق الحبس الاحتياطي ضرورة حقيقية. النقطة الأخيرة والحجر الأساس، الخمس ساعات الأولى أو الأيام الأولى أو الخمس شهور الأولى للخطة الخمسية أو الاستراتيجية الخمسية، هو مادة ازدراء الأديان. مادة ازدراء الأديان مادة تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد وحق الاجتهاد، بتستخدم لصالح مصادرة ومحاسبة للآراء والأفكار اللي بيقدمها باحثون ومفكرون الإسلاميون. وأظن أن تجديد الخطاب الديني يقتضي حتما أن إحنا نطلق العقول والأفكار، ولا نسمح بكهنوت أو حزبة تحول كل اختلاف الرأي وجدل حول فكرة دينية إلى تهمة بازدراء الأديان وتبقى سيف
على رؤوس وأقلام المفكرين. أشكرك جدا أستاذ. أستاذ إبراهيم، حركة كلمت عن أكثر من نقطة فيما يرتبط بالتشريع، أن يكون هناك في التشريع مجموعة من المؤمنين الداعمين لهذه الاستراتيجية، وإحنا بنتكلم النهاردة عن إطلاقها، إزاي ده ينعكس في أداء البرلمان؟ ده ممكن يبقى سؤالي لسيادة النائب طارق، إنه الاستراتيجية دي توفر النهاردة رؤية تقدمها الدولة، تقدمها المجالس المتخصصة، كل الشركاء اللي حضراتكم بتمثلوه، إزاي الاستراتيجية دي تبقى قدامك كنائب في تشريع، في تعامل مع مواد أو موضوعات تحدث عنها الأستاذ إبراهيم؟ شكرا جزيلا. يعني بتأكيد انه في البداية انه هذا المشهد بيدعو للتأمل الشديد في اننا نجلس في عاصمة جديدة ونتناقش في حقوق الإنسان ونضع لنفسنا رؤية كدولة واستراتيجية والتزام عدالة المصرية لخمس سنوات قادمة، في حين انه هناك دول قريبة ليست بعيدة عنا بتجلس في معسكرات للاجئين بتناشد أو تبحث عن وطن ضاع. فبالتأكيد أن هذا المشهد نحن بصدده هو مشهد مهم للغاية وملهم للغاية، فأنه الدولة المصرية الآن تستطيع أن تناقش بعدما ثبتنا مؤسسات الدولة واستطعنا أن ننجز في مكافحة الإرهاب، أنه نجلس اليوم لنتحدث عن كيفية تطوير حقوق الإنسان والعمل عليها بشكل أكبر وأوسع. أنا بعتقد أنه البرلمان الحقيقة، ويمكن ده ميراث من البرلمان السابق، ونحن إذاء برلمان جديد خاض دور انعقاد وحيد، ومن المأمول أن هذا البرلمان عليه أدوار كبيرة قادمة، أولا في أنه شريك رئيسي وأساسي في تفعيل هذه الاستراتيجية والعمل عليها، إضافة لذلك أنه أيضا عنده دور رقابي في مراقبة الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية. لكن أنا دايما يعني مهموم بعدة أمور بنلمسها بشكل واقعي، منها مسألة المتعلقة بالدمج المجتمعي للمفرج عنه من الشباب. السيد الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن الشباب المحبوسين في القضايا المتعلقة بالتظاهر أو خرق قانون التظاهر بشكل سلمي، وهؤلاء الشباب بعد خروجهم هم في حاجة ماسة إلى الدمج المجتمعي، ومسألة الدمج المجتمعي مربوطة بتعديلات تشريعية، مربوطة بحزمة من التشريعات تستطيع أن تدمج هؤلاء الشباب. فبعتقد أن دي مسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى نظرة حقيقية وإلى أن تكون ضمن هذه الاستراتيجية الفاعلة. الأمر الثاني هي مسألة الحقيقة يعني الاقتراب منها أحيانا بيسبب الإزعاج للبعض، ولكن هي مسألة تحتاج أن نخوضها بشجاعة، مسألة توثيق الطلاق. والحقيقة أنه ده له مساس مباشر بحقوق المرأة وحقوق الطفل. إذا كنا بنتكلم على حقوق هذه الفئات فنحن في حاجة أيضا ماسة إلى تحرك كمجتمع، وجود حالة من الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من مضامين وبكل ما يحمله من نقاط خلافية عنيفة ما بين كل الأطراف، لكن نظرة منا جميعا نحن دائما على الطفل وعلى حقوق هذا الطفل في أن احنا نحميه من اللي ممكن يوصل من حالة صراع بين رجل والمرأة وحالة من العناد أنه ممكن نصل إليها في مسائل الرؤية والحضانة وغيرها. الأمر الثالث هي مسألة، وهي مسألة يعني انتقادية بعض الشيء إلى الحكومة، أنه بعض الوزارات حتى الآن لم تنتهي من تشكيل وحدات حقوق الإنسان بداخل هذه الوزارات، وإما أنها متأخرة أو أنها أنشأتها ولم تفعلها. وأنا أعتقد أنه ده شيء أساسي وضروري للقدرة على تفعيل أو تنفيذ هذه الاستراتيجية. فأنا بتمنى أنه كل الوزارات وده حتى إحنا لمسناه من خلال عشان تتنقل من التعزيز للتنفيذ. نعم بالضبط. فيمكن ده قرار صدر من وقت حكومة المهندس شريف إسماعيل، وللأسف أن في بعض الوزارات متأخرة. أنا أتمنى أن ده ينتهي في أسرع وقت، لأنه الوحدات دي هي اللي هتكون مسؤولة عن الرصد والمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، فده من الأمور أيضا اللي محل اهتمام بالنسبة لي. أنا بعتقد في نقطة أخيرة أنه ما تناولناه هي مسألة قانون الإجراءات الجنائية ومسألة حماية الشهود وغيرها من المسائل. قانون الإجراءات الجنائية من الأمور الرئيسية اللي يجب العمل عليها واللي هيكون لها انعكاس كبير، لأنه حتى ده بيسمى بين القانونيين أنه دستور الثاني. فالحقيقة أن قانون الإجراءات الجنائية من الأمور كمان اللي بتهمني على مستوى هام في إرساء العدالة وفي القدرة على وجود عدالة ناجزة وحماية الشهود. شكرا جزيلا. تابعنا على مدى الفترة اللي فاتت وتابعنا النهاردة المجتمع اللي بيتابعنا دلوقتي كمان على مستوى الشاشات التلفزيونية أو المنصات الإعلامية المختلفة، إنه
الحكومة والمجتمع المصري بيمر دلوقتي بتجربة مبادرات مختلفة، مبادرات مرتبطة بحقوق اجتماعية ومرتبطة بحقوق اقتصادية كثيرة، وفي الملف ده تحديدا وزارة التضامن ربما كانت هي العنوان والوسيلة لتوصيل المبادرات، تغيير المبادرة من عنوان محطوط على الشاشة إلى واقع الأرض، وده اللي بسأل حضرتك عنه لأنه ده جزء محورين أساسيين في الوثيقة اللي تم إطلاقها النهاردة. بشكر حضرتك وبشوف أن الطفرة الحقوقية اللي تحققت في الوقت الحالي هي ليست نتاج سنة أو اثنين، هي نتاج سنوات عديدة من سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة. هذه السياسات يعني جاءت اتساقا مع صدور الدستور 2014 اللي هو نفسه جاء متفقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضرورة إقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة في الخدمات، كفء في الأداء، عادلة في التوزيع. يمكن كان التركيز على الفئات الأكثر فقرا أو الأولى بالرعاية، وده في منتهى الحقوقية حيث أننا نتبع قواعد الاستهداف ولا يجب أن نترك أحد خلف الرق بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي أو إذا كان عنده إعاقة من عدمه. وبدأت مصر سلسلة من السياسات الاجتماعية، يعني بعد المبادرات والسياسات والبرامج اللي أصبحت مترسخة في الهياكل التنظيمية للوزارات نفسها. هذه السياسات نزلت على الأرض في شكل يعني بنى على محورين أساسيين. المحور الأول هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري، والمحور الآخر هو إيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في هذا في هؤلاء البشر. يعني يمكن برنامج تكافل وكرامة بدأ من عام 2015، ومش هتكلم عن برنامج واحد، هتكلم على منظومة من السياسات الاجتماعية اللي كانت فيها التضامن والتموين والإسكان وعدة وزارات، بالإضافة للمجتمع المدني والمسؤولية من القطاع الخاص والمؤسسات الدينية. جاء البرنامج ليس برنامج دعم فقط، ولكن برنامج تنموي استثماري مشروط بتحقق مؤشرات صحة، رعاية صحية للأطفال بدءا من الألف يوم الأولى لحياة الطفل، مرورا بالحضانات والتوسع فيها على مستوى الجمهورية، وصولا إلى الحاق الأطفال بالمدارس والتأمين الصحي للأطفال، إلى الحقهم بي أو تأهيلهم لسوق عمل مناسب، حتى نهاية بالحماية التأمينية. الحقيقة هذا البرنامج هو برنامج 46% من مستفيدي من الأطفال تحت 18 سنة، فأي تكلفة فيه بتصب في عوائد هي تنمية مستدامة. حقيقة هو ليس فقط الأطفال ولكن شمل أيضا ذوي الإعاقة، 26% من مستفيدي من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليار جنيه سنويا. جاء ده اتساقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء أيضا للمسنين 12% من المستفيدين من المسنين، ووافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين في مصر. جاء أيضا منصفا للأيتام، وجاء منصفا للمرأة لأول مرة. 75% من أصحاب البطاقات الذكية من النساء، هذه المرأة الريفية البسيطة بتملك بطاقة صرف، بتروح تصرف منها، بتدخل في الشمول المالي، بتدخل في التمكين الاقتصادي، زائد ان احنا اولناها ايضا رعاية صحة انجابية للسيطرة على الزيادة السكانية اللي بتنخر في عظام التنمية واللي بتأكل اثرها، بالاضافة الى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا. اخر حاجة، لو استثمرنا في البشر في بيئة مش داعمة أو مش ملائمة، يعني كيف بنوصي الأطفال إن هم يلحقوا بالمدارس إذا ما كانت المدارس كانت بعيدة أو كانت غير ملائمة أو إذا كانت وحدات صحية غير موجود فيها أطباء؟ ده اللي بيحصل دلوقتي حاجة مع كافة الزملاء في الوزارات من خلال برنامج حياة كريم، الاستزادة من الخدمات، تحسين المرافق، صرف صحي، كل مواطن أصبح له الحق
في مياه الشرب، في صرف صحي، في صحة، في تعليم، في رصف طرق، في ردم ترع. يبقى حاجة واحدة، أنه يعمل وينتج. وعشان كده جاء قانون المشروعات متناهية الصغر وقوانين أخرى عديدة بيبقى الإنتاج. عشان كده بنناشد أيضا القطاع الخاص، أنه القطاع الخاص الوسط اللي هو قريب من المجتمع والفئات الأفقر، تمكين الفقراء ليس سهلا ويلزم أيضا طبقات مختلفة من رجال الأعمال. دكتورة منى، فكرة تمكين الفئات اللي كانت بتكلم عنها سيادة الوزيرة وتمكين المرأة من خلال كل هذه المشروعات، الاستراتيجية تتعامل معاه وفقا لرؤية تستمر على مستوى 5 سنوات، اللي حضرتك شايفة أنه برضو هو جزء من الأولويات المراد تنفيذها؟ المهم أننا نفتكر أنه كل هذه البرامج زائد رؤية مصر 2030 زائد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، كل هذه البرامج وحتى البرامج اللي تبناها المجتمع المدني فيما يتعلق مثلا بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كلها ركزت على عنصر التمكين الاقتصادي للمرأة. ليه؟ لأنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عندها ميزة، يعني هم طبعا الشمول مش محل مناقشة، لكن وكل حق بيعتمد على التاني عشان يتحقق، إنما الحقوق الاقتصادية بالذات لها تأثير إضافي، وهي أنها تفتح الباب لتمكين صاحب الحق أنه يمارس باقي حقوقه كإنسان. يعني مثلاً التمكين الاقتصادي للمرأة أول ما بيبقى عندها وظيفة وحد أدنى للدخل، على طول أولاً بتطمئن أنها قادرة تكفي احتياجات أسرتها، ثم تبتدي بعد كده تبقى قادرة على التعبير عن رأيها دون الإحساس بضغوط اقتصادية، تبقى قادرة تمارس حقها في الاختيار، قادرة مثلا تحافظ على كرامتها وكرامة ولادها إذا تعرضوا للعنف فترفض هذا وتقف قدامه. يعني الفكرة بتاعت التمكين من ممارسة باقي الحقوق، لأن الحقوق كلها مترابطة. نفس التمكين الاقتصادي ده أحد أدوات مكافحة الفقر زي ما شفنا، فبالتالي هو موجود في حياة كريمة وتكافل وكرامة، وكل البرامج موجود في برامج التنمية المستدامة، في كل هذه البرامج مكافحة الفقر، وأيضا توفير فرصة للأجيال القادمة فرصة أفضل في كل المجالات. الدراسة اللي عملناها عن تمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة أثبتت أنه أيضا كل المؤشرات الإيجابية بتاعت التعليم، تعليم الأطفال والصحة، ارتفاع مستوى الرعاية الصحية، المستوى التغذية السليمة، أيضا لقينا مؤشر أنه تحسين السكن، كل دي من المؤشرات الإيجابية لما المرأة بتعمل مشروع متناهي الصغر وتديره. أهم حاجة التمكين الاقتصادي كمان للمرأة بيعملها أنه هيزود عدد المشاركة، النساء المشاركات في قوة العمل. إحنا عندنا نسبة ضعيفة جداً اللي هي 24%، في حين أن الثروة البشرية، الاستثمار في هذه الثروة البشرية ممكن يوصل الناتج القومي الإجمالي على حسب آخر تقرير لماكنزي في مصر يزوده بنسبة 34% خلال العقد الحالي إذا كان فيه مساواة وتكافؤ فرص في التمكين الاقتصادي للمرأة. سؤالي للأستاذ أيمن عقيل ممكن يبقى مزدوج في الحقيقة، لأن المجتمع المدني يتعامل مع الشارع، مع الأرض، ويتعامل مع المؤسسات الدولية اللي بتشوف الاستراتيجية دي اللي تبعت ظهورها وصناعتها وصياغتها أيضا، وحضراتكم كنتم جزء من حلقة التواصل ما بين المجتمع المصري ومؤسساته اللي بتحط الأفكار دي والرؤية دي على الورق عشان يطلع مستند تلتزم به هذه الدولة وتقدمها وترجمتها للعالم على الجانب الآخر.
المجتمع المدني ماذا يقول عن الاستراتيجية دي بعد الوصول لها بهذا الشكل؟ شكرا أستاذ شريف. يمكن المجتمع المدني هو كان شريك أساسي في وضع هذه الاستراتيجية، زي ما كان شريك أساسي في وضع قانون 149، وده أكبر دليل على أن الدولة لما بتفتح حوار مجتمعي مع أطراف متعددة وأصحاب المصلحة زي المجتمع المدني وزي الأحزاب وزي البرلمان، بنقدر نثل إن نجاحات كبيرة بتخدم المواطن المصري وترتقي بأوضاع حقوق الإنسان. يمكن الاستراتيجية في الأربع محاور زي ما تم عرضها صباحا هي كمان بتساعد المجتمع المدني على إنه يقدر يضع هو آخر خطط منفصلة طبقا لميدان عمل كل منظمة، وبالتالي بنعتبر الاستراتيجية هي الأم، ممكن يخرج منها عدد كبير جدا من الاستراتيجيات، نستطيع كمجتمع مدني ان احنا ننفذ هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع. يمكن زي ما حضرتك تفضلت ان احنا بنربط ما بين الداخل وما بين الخارج، لان احنا اللي بنوصل كمان الصورة الحقيقية والواقعية عن أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة، وبالتالي سواء التقارير اللي بتقدمها الدولة أو التقارير اللي بيقدمها المجتمع المدني أو التقارير اللي بتكون موجودة من الأيات الأممية هي اللي بتوصل الصورة الحقيقية إلى الخارج. وأكبر دليل ان في الجلسة الاولى لما رئيسة مجلس حقوق الانسان في جنيف افتتحت وقالت ان هي بتهني الشعب المصري وبتهني معالي الرئيس على هذه الاستراتيجية اللي بتعد الاولى من نوعها في مصر، وهذا يعد تقدم كبير للمجتمع المدني المصري وتقدم كبير ايضا للدولة المصرية اللي هي بتخوض جولات كتيرة في مجلس حقوق الانسان والتعامل مع الاليات الدولية، وحققت انجازات منها مشروعات لقرارات لمجلس حقوق الإنسان زي قرار الشباب وحقوق الإنسان أو قرار الإرهاب وحقوق الإنسان، وده بيدي المصداقية إن الدولة المصرية الآن هي بالفعل بتسعى إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفتح الحوار المجتمعي مع كل الأطراف اللي موجودة وعلى رأسهم المجتمع المدني. في خلال المحاور المختلفة اللي تم إطلاقها، ودي دايماً كلمة ومصطلح وحق يتردد الحديث عنه، ولكن برضو ده إذا جاز أن أنا أرجع للمقدمة اللي قلتها، ده كان جزء أيضا بترتيب محدد يذكر في كلمات سيد رئيس الجمهورية، وهي ما يرتبط بحرية الدين وحرية المعتقد. شفنا تشريعات وخطوات تتم على مدى السنوات اللي فاتت فيما يرتبط بحرية الدين والمعتقد، لكن ده إزاي تم ترجمته خروجا من التشريع سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان في صيغة تساعد الناس على تحقيق حرية الدين والمعتقد؟ شوف سيادتك، هو الدستور كفل حرية الدين والمعتقد، لكن مش كفلها في مادة حرية الدين والمعتقد بس، في مواد أخرى بتخدم على هذا الحق. لما نقول المساواة وعدم التمييز، ما هو بيخدم على هذا الحق. لما بيقول المساواة في الحقوق والواجبات، ما هو ده مبدأ أو حكم بيخدم على الحق في الحرية الدين والمعتقد. إحنا هذا الحق مترجم في كثير من القوانين والقرارات وكمان والممارسات. يعني لما نيجي نشوف عندنا قانون ترميم وبناء الكنائس، احنا وصلنا لغاية دلوقتي لقرب 2000 كنيسة ومبنى تبعي للكنائس، 2000 ولسه شغالين فيها. لما نيجي نتكلم عن قانون لتنظيم أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية بتنظم أموالهم، لما بنيجي نتكلم كمان على المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب، لما بنيجي نتكلم على مستوى الممارسات، حتى لما سيادة الرئيس بيروح يحضر احتفال ديني في الكنيسة، لما بيجي الممارسات اللي بتتم بين فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا، كل هذه الممارسات لا شك بتعمل شيء جوهري جدا، ان هي بددت جو التطرف. كان في جو كده مشحون بالتطرف والاراء الخارجه عن اي دين. هذه التشريعات وهذه الممارسات بددت تماما هذا الجو المتطرف، واحنا بنعيش اعتقد في ازهى صور لحريه الدين والمعتقد. ده انا عايز اقول لسيادتك، نحن عندنا في قانون العقوبات بعض المواد، يمكن البعض هيسمعها لأول مرة. في قانون العقوبات مادة بتعاقب
على أي حد يشوش على شعائر الدين لواحد تاني، مش ازدراء الأديان بقى، لا، ده اللي يشوش على الشعائر الدينية فيها مادة عقاب. وكمان إيه؟ أي حد يستهزئ بأي محفل ديني أو احتفال ديني معرض للعقاب. المواد دي موجودة في قانون العقوبات، مش جديدة. إذن أنت عندك من العقوبات ومن القوانين ومن الممارسات اللي هي بتساعد على حرية الدين والمعتقد، وفي نفس الوقت بددت أجواء التطرف اللي كانت موجودة قبل كده. في مبادرة في وزارة التضامن اسمها مواطنة، دي ايه أثرها في برضو فيما ذكروا على سبيل المثال السيد رئيس الجمهورية قبل كده، وكان آخر كلمة تقدمت في الفيلم التسجيلي، وهي فكرة إنه كلنا سواء. يعني يمكن احنا عندنا البرنامج مواطنة بيمس اكتر من محور. اولا محور المواطنة هو الأوراق الثبوتية للمواطنين، سواء كانت أرقام قومية، شهادات ميلاد، شهادات زواج، شهادات طلاق. فإحنا وصلنا لما يقرب من 840 ألف من البطاقات على مدار السنوات اللي فاتت، مش بس أرقام قومي، كل البطاقات. والنمرة 2 إن الحق في التعبير، أفرضنا مساحات كبيرة جداً للجان المساءلة المجتمعية وللجان الشبابية. أصبح لدينا متطوعين في الجمعيات الأهلية لأكثر من، يمكن وصلوا لغاية 190 ألف شاب وشابة على استعداد للمشاركة في الحياة السياسية. إعطائهم مساحة وإعطاء فضاء مدني للتعبير من خلال الجمعيات الأهلية أو من خلال المنظمات النقابية والعمالية أو من خلال الشباب ومشاركتهم والاستماع إلى آرائهم، أعتقد بيديهم مساحة كبيرة جدا. أيضا هناك يمكن بعض الممارسات الخاصة بضعف الوعي في موضوعات بعينها، إذا كان في بعض التنمر ضد فئات معينة أو بعض الأحكام الغيابية اللي بتطلق من جماعات على جماعات أخرى، ده ليه علاقة مباشرة بموضوعين، موضوع الثقافة وموضوع إسكاء الوعي المصري. والوعي المصري على المستوى القاعدي في بعض الأزمات اللي لازم نواجهها بشفافية وبحسم، ونصلح كثير من هذه المعتقدات الزائفة أو غير الصحيحة. والمجتمع بيستقبل، يعني كل ما كنا بنقرب له أكتر، عشان كده إن شاء الله في تعاون ما بيننا وبين وزارة الثقافة ووزارة الشباب حوالين هذه الموضوعات. في أيضا تعاون مع المؤسسات الدينية على التوحيد بين الخطاب الديني وبين الرسائل المجتمعية، ما يبقاش في خلاف في موضوع تزويج القاصرات، في موضوع ختان الإناث، في موضوعات كثيرة أخرى. أعتقد إن أيضا شغل المجتمع في المشاركة في العمل العام والعمل المجتمعي والعمل التنموي، المشاركة ليست فقط في السياسة، المشاركة في بناء المجتمع نفسه، خاصة إن إحنا في مرحلة بنصلح فيها وبنبني في ذات الوقت. يعني بنفرد مساحات بنعمل حضانات دامجة لذوي الإعاقة، بنشرك شباب وشابات من المسلمين والمسيحيين في أنشطة مشتركة، بنحاول ندخل المسنين في أنشطة. المسنين ليسوا مرضى، هم لديهم من الخبرات ومن الحكمة لما يعطونه، فبدأنا ندمج بين المسنين وبين الشباب والصغار. أعتقد فكرة الدمج والمشاركة وإفراد مساحة للتعبير والحرية الرأي والحرية الدين واحترام الآخر، عشان كده مواطنة هو اسمه عندنا الاحترام الآخر أو احترام الاختلاف، هو أساس المواطنة، لأن كلنا نسيج واحد في الآخر وبنكمل بعض. أستاذ إبراهيم، الرأي العام اللي بيتعامل ما بين كل هذه المؤسسات على المستوى الرسمي وغير الرسمي والشارع اللي احنا بنتعامل معاه كل يوم، ازاي الوثيقة دي تبقى جزء من ثقافته؟ ازاي يبدأ يتعرف عليها؟ ازاي يبدأ يتعامل مع كل اللي بتكلم عنه الحكومة، الوزراء، هذه المبادرات؟ لكن فكرة ثقافة حرية الرأي او فكرة ثقافة الحقوق، ازاي حضرتك كواحد من المؤثرين في الرأي العام نقدر نوصل ده للمواطن العادي؟ وأعتقد أن البداية الحقيقية أن إحنا نطبقها بجدية ونؤمن بها إحنا القائمين على تنفيذ هذه الاستراتيجية في الأصعدة المختلفة. يعني أنا كنت أتمنى أن أشارك سيادة وزير العدل في التفاؤل الخاص بي
البيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد، لأنه ما تصورش أن إحنا وصلنا للمرحلة النموذجية الخاصة باحترام عقائد الناس وبنتدخل في العقائد إحنا كمجتمع، إحنا كقانون، إنما ممكن تكون مؤسسات الدولة يعني مشعرها ومبدأها هذا الاحترام، لكن حقيقة الأمر على الأرض وفي الواقع في تدخل شديد، في تدخل حتى وتنمر على الزي وعلى اللبس. في احنا عندنا ما ظنيش انه ده في حرية المعتقد انه حد بيفطر في رمضان فيحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية والصيام بينه وبين ربنا. انا عايز بس يعني جهات الدولة تترك الدين للفرد مع ربنا، ويعني ونعيد اصل الدين الى جوهره وهو علاقة المرء بعبده بربه. انما التداخل الموجود، احنا بفاجئ بانه دار الافتاء بتطلع فتاوى عن اسئله الامتحانات، عن الامور يعني واقعيه ودنيويه تماما، بنحاول ندخل الدين في كل شيء، وهو هذا امر يعني يقودنا الى وكانه محاوله تدين الدوله مش مدنيه الدوله. وده برضو بنلاقيه حتى في مناهج التعليم، يعني أنا في مناهج النصوص والقراءة الطلبة بيدرسوا آيات قرآنية ويطالبوا بحفظ أحاديث نبوية، ده في مادة الدين. إنما ليه في مادة القراءة؟ وإذا كان في القراءة والنصوص بتدرس نصوص إسلامية، طب فين النصوص المسيحية؟ فين النصوص حتى اليهودية؟ إذا كنا عايزين نعلم ولادنا فعلا احترام الآخر، فأنا ليه يحفظ بس نص ديني إسلامي ولا يحفظ نص ديني قبطي؟ مش موجود أصلاً نص ديني قبطي، موجود في مناهج القراءة. ومن ثم حتى وإحنا بنتكلم على خانة الديانة وسيدة الوزيرة بتتكلم على البطاقات الجديدة، أنا مش متصور إحنا خانة الديانة شيء حديث جداً في مصر، اتفرض سنة 56. أنا لا أعتقد، وإحنا بنتكلم عن استراتيجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبنعمل استراتيجية إن إحنا نبقي على خانة الديانة، ماليش دعوة أنا بدين المواطن خالص، بيقف قصاد الخدمة العامة وقصاد الموظف وقصاد الجهة الأمنية وقصاد، لا علاقة للمسؤول بديانة من أمامه عشان يعرفها وما يعرفهاش. القيم دي حضرتك بتقول لي إزاي ننشر الثقافة في المجتمع، ننشرها كده بقرارات تبدو احيانا قد تصدم البعض لكنها قرارات حقيقيه، قرارات تبني دوله مدنيه ديمقراطيه، دوله مواطنه بشكل حقيقي وكامل نقدر ننافس بيها في مرحله تنميه مصر. احنا مصر في حاله نمو وكلنا بنشهد الموافق واللي مش موافق، المؤيد والمعارض، اللي بره اللي جوه، شايف انجاز على الارض هائل ورهيب. على الناحية الأخرى إحنا نتمنى إنه الإنجاز وثيقة حقوق الإنسان أو قوانين أو منظومة تشريعية لحقوق الإنسان والتطبيق على الأرض يبقى بنفس هذا الإنجاز اللي مذهل اللي بنشوفه على الناحية الاقتصادية والتنموية والعمرانية وما إلى ذلك. لغاية الكلمة الأخيرة بس سيادة الوزير، إنه أنا في تصوري فيما يخص برضو المواطنة وحرية المعتقد إن الدولة المصرية بتعمل نجاحات عظيمة بيقوم بها أبطالنا في مواجهة الإرهاب والحقيقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إنما الفكر الإرهابي المغذي الذي يمكن أن يدمر كل هذا المنجز. يعني إحنا ممكن نبني عشرات الآلاف من المدارس، نقدر نبني عشرات ومئات من المصانع، يمكن أن يخرب كل هذا تفكير هؤلاء المعبأ بالتطرف أو التسلف المتطرف بالغلو بالفتنة. ومن هنا حتى الدولة بتطلق تعبير بناء الإنسان، بناء الإنسان علشان المشروعات دي إلى البناء اللي احنا بنبنيه ده إذا لم نبني إنسانا لن يحافظ على هذا البناء بالتأكيد. إدارة الهوى معلش بتبقى مزعجة للطرف المتحدث. تسمح لي بس توضيح لكلام الأستاذ إبراهيم، احنا ليه محتاجين خانة الديانة؟ مش مهم في البطاقة الشخصية، المهم ان احنا لازم يبقى عندنا اثبات رسمي للديانة. ليه؟ لان انا عندي حقوق هتترتب على هذه الديانة في الزواج والطلاق والميراث، هتثبت ازاي ده
ديانته ايه علشان نرتب له هذه الحقوق. فلان احنا هنا ما عندناش قانون واحد بيمشي على كل المصريين في الزواج والطلاق في امور الاحوال الشخصيه. وزي ما سيادتك تعلم ان الدستور نفسه بيقول ان المسلمين لهم شريعتهم بتحكمهم في مسائل الاحوال الشخصيه، وايضا المسيحيين وايضا اليهود لكل منهم احوالهم الشخصيه يرجعوا لشريعتهم. فانا هنا مضطر ان يبقى عندي اثبات رسمي ايا ما كان الشكل، لكن المهم يبقى فيه اثبات رسمي للديانه. اي ما انا يهمنا ان يبقى في اثبات رسمي علشان هذا الوضع. الميزه الاساسيه هو حاله النقاش، فده ده حاله النقاش وهذا التفاعل دي ميزه يعني اساسيه للحظه دي. بس انا يعني الدكتوره منى انا عارف ان عندها نقطه، سريعا اذا تفضلتي. يعني اولا الدوله، دوله المواطنه، دوله الدوله المدنيه، دوله القانون، مفروض انها تبقى بتنظر للمواطن وهي بتتعامل معاه انه مواطن. موضوع بقى الأحوال الشخصية موجودة على الكيو آر كود بتاعت البطاقة الشخصية، وما شاء الله إحنا دلوقتي الرقمنة وكل حاجة موجودة على النظم، فدي موجودة. فلما يجي في مسائل الزواج والطلاق، إنما علاقة الدولة بالمواطن مش مفروض يبقى فيها ما يبقاش شيء حاطط اللي بيبص على البطاقة وهو بيقول له اديني بطاقتك اديني رخصتك. يعني حضرتك متفقة يعني مع اللي ذكر وزير عدل في انه يبقى موجودة في مستند؟ هو الوزير بيقول في اي باي طريقة. طيب ما هي موجودة على الكمبيوتر بتاع البطايق طيب. الشخصية. الحاجة التانية اللي عايزة اقولها انه موضوع قانون الاحوال الشخصية المنتظر، احنا يعني الضحية الاولى للفكر المتطرف واللي فيه غلو واللي فيه مفاهيم مغلوطة بتبقى المرأة وبالتالي اطفالها. فاحنا بنتكلم على المواطنة، عايزين نتأكد انه المرأة المصرية مواطنة كاملة الآلية، وانها مش هيجي قانون الأحوال الشخصية عشان ينقص من حقوقها كمواطنة. يعني بنتكلم على المواطنة، لا دي حاجة مهمة. واحنا يعني شاكرين لدعم الرئيس، ولولا يعني الدستور الجديد دستور 2014 والقوانين اللي طلعت اللي عملت قفزات غير مسبوقة في مسألة تكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة في شغل الوظائف في القيادية وفي التمثيل في البرلمان وفي التعيين في القضاء والتعيين، كل هذه المسائل اللي حصل فيها تقدم رهيب، مصدره الدستور والقانون والإرادة السياسية للرئيس. فاحنا يعني ما نقدرش كمان ننتظر انه يجي قانون احوال شخصية يؤثر على فكرة المواطنة وفكرة المساواة امام القانون. ده هيكون سؤالي الاخير، وهو سؤال للمجتمع المدني، لممثل المجتمع المدني وسيادة النائب طارق كممثل للبرلمان. هل تتصور حضرتك في الفترة القادمة انه يبقى فيه حوار اكتر ما بين المشرع الأساسي وهو البرلمان وما بين المجتمع المدني؟ يعني الدكتورة منى تحدثت عن عدد من النقط، السيدة وزيرة التضامن، السيدة وزير العدل، في أكثر حضراتكم اتفقتوا أن هناك تحديات وأولويات علينا أن نتعامل معها في خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا للرؤية. شايف أنه المجتمع المدني لازم يبقى على تواصل أكثر مع البرلمان لتحديد هذه الأولويات؟ أكيد طبعا المجتمع المدني بيكون على تواصل مع البرلمان ومع الحكومة ومع كمان المواطن المصري. يمكن هذا النقاش هو أكبر دليل إن الحوار ينتج نجاحات عديدة، ولكن كمان بيلقي الضوء على إني أعتقد من وجهة نظري، مش عايز أقول إن الشارع المصري فيه أمية حقوقية، لكن خلينا ناخدها بالجانب الإيجابي إن إحنا نحتاج إلى توعية حقوقية، لأن من خلال التعامل في الشارع المصري كان هناك تحدي كبير بيواجهنا، إن عدد كبير من المواطنين مش عارف إيه هي حقوقه، ولما بيعرف حقوقه مش عارف إزاي يمارس حقوقه،
ومش عارف ازاي يطالب بحقوقه عن الطرق الشرعية. ولذلك النقاش الدائم مع البرلمان او مع اجهزة الدولة والاستراتيجية اللي احنا النهاردة بنناقشها او بنطلقها هي الحل من وجهة نظري، لان هي وزي ما قالوا في المحور الرابع هي اللي هتؤدي الى التثقيف، سواء تثقيف وتدريب ورفع قدرات، فده الحل الاكبر علشان نقدر نطلع تشريع يعبر عن ارادة المواطنين. النقطة الثانية هي فعلا ازمة المواطنة، لان احنا كلنا محتاجين ان احنا نشعر اننا مواطنين في وطن وليس افراد على ارض، وبالتالي هذا الشعور بالمواطنة اللي تم ترسيخه في خلال الفترة الماضية واللي ان شاء الله يتم تعزيزه اكتر خلال الفترة القادمة هو اللي هيخلي المواطن المصري يكون شريك اساسي في تنمية المجتمع، ويخلي المجتمع المدني اللي هو النهاردة انا بمثله وهو اصبح لديه ثقة بانه هو نتيجة الحوار الجاد مع الحكومة يقدر يحقق المكتسبات للارتقاء بحالة حقوق الانسان. شكرا. سيادة النائب طارق، الاستراتيجية دي والنقط اللي حضراتكم ذكرتوها مع وجود المجلس في دورته الحالية، هل من الممكن تؤدي لتأثير أو لتسريع في تحديد أولويات تشريعية تتفق معها؟ أنا عايز أكد أولاً أنه مسألة حقوق الإنسان هي عملية تنموية وتراكمية الأثر. مفهوم طبعاً. بالتأكيد أنه النقاش الدائري الآن وطرحت كذا قضية ممكن تبقى قضايا شائكة في المجتمع، وقضايا ممكن حتى من طرحها في أطراف تانية تختلف معها تماماً. حالة الحوار دي هي اللي في الآخر بتقود إلى أفضل وضعية ممكنة بتناسب المجتمع المصري، لأنه ده جزء كمان سيادة الرئيس بيتكلم عنه دايماً، هي فكرة اختلاف الثقافات. يعني لما بنيجي نتكلم مع أطراف دولية حوالين بعض القضايا أو بعض المسائل، الطرف الآخر لا يفهم أنه إحنا دولة ذات طبيعة وثقافة معينة، وإحنا كما نحترم ثقافة الآخر وكما نحترم يعني إرثه الثقافي هو يجب أيضا أن يحترم إرثنا الثقافي. فأنا بعتقد أنه المنطقة اللي إحنا واصلين إليها هي منطقة بالتأكيد بتدعو للتفاؤل. إحنا في حزمة من التشريعات خرجت خلال السنوات الماضية، كان ما بينها تعديل قانون التظاهر، وده حتى كان بمبادرة من السيد الرئيس بعد المؤتمر الوطني الأول للشباب، كان قانون بناء الكنائس وغيرها من القوانين. في حزمة من التشريعات كبيرة أسست وثبتت مؤسسات الدولة. إحنا كنا بنتكلم إن ما عندناش قوانين منظمة للعمليات الانتخابية ولا لتأسيس مجلس النواب والشيوخ، إحنا في حاجات كتير بننساها في خضم الأحداث وفي كثرة الأحداث. فبالتأكيد إحنا واقفين لنقطة مهمة ونقطة جيدة، إنه في إرادة سياسية متوفرة في دعم الفئات المختلفة في المجتمع، بدليل أنا كنت أقعد هنا في اللحظة دي إذا ما كانش الإرادة دي متوفرة. فإحنا لا، قدام إنجاز بيحدث بشكل حقيقي، وإحنا بنضع هذه الاستراتيجية وهذا الالتزام. هو مش مطلوب من، وده أول مرة في تاريخ الحياة المصرية يعني يبقى في استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ده ما حصلش في التاريخ المصري من قبل، وما كانش هتسأل الحكومة ولا أي طرف في الدولة المصرية لو ما وضعش هذه الاستراتيجية. هو الحكومة والإرادة السياسية والقيادة السياسية أرادت أن تضع استراتيجية لتطوير ما وصلنا إليه، وأعتقد أنه ده في حد ذاته بيقودنا أنه الحوار اللي اتفقنا جميعا أنه هو السبيل الأمثل ما بين كل الأطراف للقدرة على معالجة كل مشاكلنا ومواجهة تحدياتنا. إحنا قدام كمان مفهوم مختلف، أن إحنا ما عدناش بندي مسكنات لمشاكلنا، والحقيقة دي من المسائل اللي دايماً بتطمننا أنه لا، إذا تحدثنا في أي مشكلة بتأكيد هنصل إلى الحل الأنسب لمجتمعنا ولنا جميعاً. شكراً. شكر جداً لحضراتكم على هذا النقاش. بالتأكيد أنه زي ما سيادة النائب طارق قال، وأنا أحب يعني أستعير منه، أنه دي لحظة بتقدم فيها مؤسسات مسؤولة عن هذا البلد، بتقدم للمجتمع بنفسها زي ما بنقول كده كتالوج، ولكن هو كتالوج ملزم محدد بتتعهد به المؤسسات الرسمية بالشراكة مع المؤسسات المرتبطة بالمجتمع. لا يمكن الختام قبل الشكر، لكن قبل الشكر أولا أتصور أنه السيد رئيس الجمهورية ربما يكون عنده أكثر من ملاحظة، إذا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني في الأول أوجه لكم الشكر جميعا، وأقدر كل ما تم طرحه سواء من جانب الحكومة وأعضاها أو من جانب بقية الضيوف اللي موجودين يعني. وأنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة. التحديات دي تحدي
اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي، مش كده؟ يعني الكلام ما تغيرش. وكان المعنى اللي أنا عايز أقصده هنا، ما قلتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها، أنا قلت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت وتغيرت، كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة، شهادة وفاة لإيه؟ لدولة. 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة كتير من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، التحديات اللي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20-30 مليون وبقت 80-90 مليون دون أن ينمو كل شيء بما فيه الثقافة وبما فيه التعليم وبما فيه الصحة وبما فيه بقية الموضوعات اللي خاصة بالمجتمع وتطوره، ما نمتش كده، بالعكس كانت فيه تحديات أكتر، مع عنصر بقاله 90 سنة تقريبا قاعد بينخر في عظم وعقل ووعي الإنسان في مصر، 90 سنة بيعمل كده. انتوا لازم تكونوا عارفين يعني إذا كان في حركة تنمية عالية فهي أساس للبناء عليه، ما نقدرش نغفله. ما أقدرش أقول لك إن لو ما عملتش المدرسة وأقول طب أنا عايز ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلبة وبعضها. أنا هقول للأستاذ شريف من يومين كان جايب ولي أمر لطالب من الهجرة غير الشرعية في 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 إيطاليا في إعدادي، تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يخليه فكره هو في إعدادي يهرب من مصر ويروح السلوم ويطلب من والده 25,000 جنيه؟ والده صحي ما لقاهوش في البيت. يعني أنا بس بتكلم، أنا مش هتكلم على الأسرة خالص، مفهومي أنا هتكلم على دور المؤسسات الدولة. هل الإعلام بتاعنا، هل التعليم بتاعنا، هل المؤسسات الدينية بتاعتنا اللي هم اللي بيشكلوا الوعي والرأي لدى مواطنيها، هل بالطريقة دي اللي أولاد في سن 14-15 سنة يسيب مصر ويروح عشان هو ما عندوش أمل في بكرة بتاعه، فرايح يستفيد من القوانين اللي موجودة في إيطاليا، مش سر يعني إن هي السن ده مش هيبقى عنده إشكالية وحيستمر لغاية لما يبلغ سن أكبر من كده. اللي أنا عايز أقوله بصراحة إيه، هو إن في مقاربة يعني تنظرية مهمة، لكن في مقاربة تنفيذية أهم، لأن أنا لو ما قدرتش أعمل المقاربة التنفيذية لكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده مش هيبقى فيه أساس، هيبقى كلام بس. وإحنا نستطيع إن إحنا نقول كلام جميل وكلام مترتب وكلام يتسمع الناس كلها تقبله، لكن إزاي نحول كلامنا ده إلى ممارسات فعلية؟ اتكلمت عن الخطاب الديني، هو أنا لما قلت الأستاذة منى لما قلت على موضوع توثيق الطلاق أنا نشفت دماغي مع المؤسسة الدينية اللي رفضت ده؟ لا، أنا سبت الموضوع يتفاعل مع المجتمع، سبته يتفاعل مع المجتمع عشان ومع المؤسسة دي حتى ما اصطدمتش معها، مش عشان رفض للصدام في حد ذاته، ولكن عشان احتراما لمنطق الزمن وتغيير وتغيير الناس. مش بسهولة أبدا إن احنا نعمل ممارسات في فكرة احترام الآخر واحترام الاعتقاد أو عدم الاعتقاد. عدم الاعتقاد أنا أحترمه، نعم، لو واحد قال أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أي دين في الدنيا أنت حر، أنت حر، مش معناه أن أنا مش غيور على، لا والله، ده أنا كمني غيور على ديني بحترم إرادته، لأن الأصل في الموضوع هي الحرية، حرية المعتقد حقيقة ربنا كفلها لينا، قال لك أنت حر تؤمن أو لا تؤمن، والكلام ده قلنا كتير في كلامنا. لكن يا ترى المجتمع واللي زي ما قلت كده على مدى 90-100 سنة بيتم صبغه بطريقة بفكر محدد. بالمناسبة أنا مش يعني مش مختلف مع دول، لكن بشرط إنه يحترم مصاري ولا يتقاطع معايا ولا يستهدفني. يعني هو فكره كده، أنا مش هقولك بحترمه، لا أنا هقبل فكره ده،
لكن ما يفرضوش عليا، ما يضغطش عليا بيه، ما يحولش مسار فكره عليا، عليا مش علينا، على مصر، على المجتمع. فاللي انا عايز اقوله ان احنا التحديات اللي انا اتكلمت فيها ديت، التحدي السياسي على مدى، يعني هل النهارده على مدى من فتره قبل 52 لغايه 2011، هل كان الدوله قدرت تعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي لها؟ ده غيرت 3 مرات. ولا انا ايام كان في المفهوم اللي كان موجود الرئيس عبد الناصر الله يرحمه لما قال ان احنا نعمل المسار الاشتراكي وهذا الكلام. طب انا هقول لكم على حاجه اهم من ده بقى. طب هل المجتمع المصري بتكوينه في الوقت ده، بثقافته في الوقت ده، كان هو مستعد يتقبل ده بسهوله؟ ادي واحد. اثنين، هل القدره الاقتصاديه المصريه كدوله كانت تستطيع ان تجابه وتعزز من هذا المسار؟ ادي اثنين. ثلاثه، حجم التحديات الوطنيه او القوميه والاقليميه كانت تستطيع ان هي تنجحه في ده؟ ادي ثلاثه. طب ما حصلش. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني توفى الزعيم وساب البلد في الوقت دوت. في مسار تاني كان سبب تحديات كبيره جدا، فدخل مسار تاني للرئيس السادات. ادواته والياته واستعداد المجتمع لتنفيذه عشان يبقى استقرار للمسار السياسي المحتمل ينجح او ما ينجحش. 10 سنين وحصل اللي حصل، مع الوضع في الاعتبار ان بقيه الامور متحركه في الدوله، بقيه الامور متحركه في المجتمع. المؤسسات، معلش، المؤسسات، الجماعات اللي موجوده في المجتمع واللي هي بتنخر فيه موجوده ما بتسكتش. وبالتالي ده بالمناسبه دي شكلت، وانا قلت الكلام ده قبل كده، شكلت ثقافه التشكك وعدم الثقه. مفيش، مش مصدقين ابدا، لازم تشوف بعينك عشان تصدق. اللي انا عايز اقوله على كل حال، في كل اللي ما نطرحه هنا، ما كانش عندي وسيله اخرى على قد فهمي وعلى قد النقاش اللي احنا عملناه. وبالمناسبه احنا دايما بنقعد، يعني يمكن اعضاء الحكومه موجودين وكده، احنا بنتكلم كتير قوي، يعني مش الموضوع بيتاخد يا استاذ شريف يعني يقولوا كلمتين، لا لا لا، احنا قاعدين، ده شغلنا ودي بلدنا. وبالمناسبه واحنا بنحب اهلها وعايزين نحطهم على دماغنا من فوق. بس ازاي؟ انا اقدر يعني اقدر اغفل 56 58 60 مليون، ما اعرفش العدد بدقه كام، اللي موجود في الريف المصري، ولما واحنا بنتحرك وبنتعامل معاهم وبيجي في الكلام ده في التلفزيون، تقوم بنتي او اختي تقول انا عايشه في اوضه من غير سقف وعندي 4 اولاد. طب يا ترى حقوق الانسان هنا، حقوق الطفل ده اللي انا قلت لك عليه، ازاي الاب يقول لك ايه الولد يسيبني ويمشي؟ يبقى احنا كمجتمع عندنا قضايا كثيره جدا، قضايا كثيره جدا ومتجذره وتحدي عميق قوي قوي، ازاي نتجاوزه؟ ما كانش عندنا سبيل غير ان احنا نعمل اساس عملاق من الثقه في القدره. اساس ايه؟ عملاق في الثقه ايه؟ في القدره، قدره الدوله المصريه انها تستطيع ان تتجاوز وتتحرك بمعدلات غير مسبوقه. بس ده مش منفصل عن البناء لبناء الحقوق الحقيقيه. خلي بالك التشريع والكلام ده كلامنا فيه كتير، التشريع، كفاءه التشريع بس لا، القائمين على تنفيذه وكفاءتهم بس لا، اللي هيتم تنفيذ القانون فيهم. طب ما انتوا بتطلعوا قانون للختان، هل اسرنا او بعد اسرنا بطلت تعمل كده؟ طب احنا مطلعين قانون عشان موضوع الزواج القاصرات، البنت اللي عندها 12 13 15 17 20 قولوا ما شئتوا، ترموها في 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 موضوع ونقول المجتمع يتكلم فيها والاعلام يتكلم فيها ونطلع قانون ان الكلام ده يا جماعه لو سمحتم تيحوا الفرصه، البنت بتتجوز سنه واثنين وبعد كده معاها طفل ولا حاجه، انتوا بتعملوا ايه في اولادكم؟ فالتشريع نجح. هو هياخد زمن عشان ينجح، كل ما هيبقى فيه مساءله
هيبقى ده بيسمع في القرية أو في المكان اللي فيه الموضوع فهرجع ده. اللي أنا عايز أقوله ببساطة في كل اللي تم طرحه النهاردة من زمايلنا ومن أصدقائنا ومن إخواتنا اللي موجودين هنا وحتى في الاستراتيجية وفي كلام مهم أوي اتقال، وأنا عارف إن في ضيوف أجانب موجودين معانا، وبالمناسبة اتقال كلام مهم أوي إن إحنا نحترم التنوع، نحترم التعدد، نحترم الاختلاف. إذا أراد أحد إنه يتصور إنه هو عنده تمييز في قدراته الثقافية وعايز يفرضها على بقية المجتمعات، أنا بقول إنه هو يعني انتبه، أنت يمكن تكون ده مسار ديكتاتوري، ده مسار ديكتاتوري في إنك أنت عايز تفرض عليا مسارك الثقافي وبتعتبره هو التوب القمة. لا، من قال لك كده؟ هو قمة لك، هو قمة لمجتمعك، لكن قد لا يكون قمة ليا ولا قمة لمجتمعي. ليه عايز تفرضه علي؟ طب ليه أنت عايز مش عايزني أتطور التطور الطبيعي أو التقدم الحضاري أو الإنساني ليا أخد وقتي فيه؟ إذا كنت أنت خدت الكلام ده نجحت فيه خلال 4 قرون أو 3 قرون، أنا لسه يعني ده عمر الدولة المصرية كله حتى لو قلنا من أيام محمد علي لغاية النهاردة ما كملتش الـ 200 سنة، يعني ما كملناش الـ 200 سنة تقريبا يعني. فدونا فرصة، ده هم كده وساعدونا. قال كلام مهم وأنا هقوله برضو، يا ترى لما لقوا الدول الأفريقية الفقيرة المعدمة اللي ما عندهاش فرصة، هل مؤسسات التمويل وافقت انها تمويل دون ان ترفع عليها المخاطر؟ طب ما هي مش هتتطور وهتفضل كده، هو ده مش حق من حقوق الانسان؟ مش كده؟ انا اطالبهم انا واقول لهم يعني اجادلهم في هذا الامر، اديته فرصه للدول دي عشان تقوم ولا تفضل في براسن الفقر والجهل والتخلف مئات السنين؟ عشان معايير الاقتراض او الائتمان على سبيل المثال لا يمكن يتحقق لدوله ظروفها الاقتصاديه بالمستوى ده. ما قلناش بقى ايه، لا لازم تدونا وتدونا بتكلفه ماليه اقل. هل ده حق من حقوق الانسان؟ نعم. النهارده لما يكون عندي في مصر عايز اعمل ائتمان كبير عشان اقدر احقق للمصريين مش تنميه منشات، المنشآت دي موجودة أساساً عشان تبتدي تحط فيها الجهد اللي هيتعمل لإحياء النفوس والعقول وبناء الثقة في المجتمع. المجتمع ده مش مصدق، ما أقدرش أبدأ أقول له إيه خد حقوق إنسان خد كذا خد كذا وهو هموتك، هيدها تاني، هيدها إيه؟ هيدها تاني. واللي أنتوا لازم تعرفوه إن الدول اللي حصل فيها الكلام ده في الدول الجوار ان كان في اقدر اقول عقليه قاطره لهذه الامم، ولكن حجم الفاصل ما بين العقليه القاطره اللي هي بتنظر للدوله ولمستقبلها لا يتوافق مع واقع الدوله، وبالتالي اتحركت الشعوب وزوان ده بحسن نيه او بسوء نيه لتدمير بلادها على امل ان التدمير سيؤدي الى بناء افضل. وأظن لو كنت قلت الكلام ده سنة 2011 يا أستاذ شريف يا أستاذ إبراهيم كنت هتقولوا الراجل ده بيمثل النظام، لكن أنا بقول لكم بعد ما شفته نتائج التجربة، نتائج التجربة في دول مش هقول اسمها احتراما لهم يعني عاملين إيه فين. تصوروا دولة فيها 16 مليون لاجئ، 2 مليون في الأردن و2 مليون في لبنان، أنا بقول أرقام تتحفظ، وزيهم في تركيا، وجوه معسكرات لاجئين لحوالي 10 مليون. 10 سنين الولد او البنت اللي كان عنده 6 سنين بقى عنده 16، واللي عنده 12 بقى عنده 22. يا ترى الامه دي هتبقى عامله ازاي؟ هتطلع لنا ايه؟ اقول لكم على حاجه صعبه واختم بيها الكلام. انا ما اقصدش بطريقتي الجديه دي ان انا لا 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 والله، ده انا بتكلم بحب شديد يعني، لان انا عايزها أدي الدنيا بكل معايير والقيم، بكل المعايير والقيم، والله أعلم ما في نفسي. في معسكر في دولة يعني من الدول ديت
يعني مش هينفع اقولها، مش هينفع والله. بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم عشان يخلفوا، عشان يطلعوا يعني متطرفين، يطلعوا قتلة، ادوات قتل للمجتمعات. يا ترى اللي كان بينظر في الوقت ده للدولة ديت من في 2010 و2011 كان هدفه انه يعمل في الدولة دي كده، وان يكون الناتج بتاعها هو عبارة عن تشكيل وتكوين خلايا او مش خلايا بقى، اجيال من الارهابيين والمتطرفين يفضلوا يخربوا في المنطقة دي لمدة 50-100 سنة جايين، 50-100 سنة جايين. مش هتكلم مع الدولة اللي موجودة اللي انتوا كنتوا متابعين احوالها خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا. انت عارف مقدرات دولة لما تتحط لدعم فكر يحصل ايه؟ لما مقدرات دولة زي مصر عشان ما نروحش بعيد تحط ادواتها عشان تنشر فكر وممارسات متطرفة وإرهابية، أولا جوا بلدها ثم للمحيط بتاعها، ده خطير، ده خطير جدا جدا. إذن أختم كلامي في الكلام الجميل اللي اتقال، إن الموضوع هذا الموضوع موضوع مهم، وأنا كإنسان في كل ما أطرحه بكون صادق وأمين معكم فيه. إحنا كلمنا عن وثيقة الطلاق، وزي ما قلت كده استوعبت عدم يعني ماشي شوي، لا الموضوع مش كده يعني، هو الفكرة كلها أنا بقول الأمور بتستوعب، وقانون الأحوال الشخصية يتيح لي أعمل كده، قانون الأحوال الشخصية يتيح لي إن أنا أعمل كده. أنا بتكلم كدولة ومش بتكلم في مواجهة مع حد والله، لا، القانون الأحوال الشخصية يتيح لي ان انا اوثق الطلاق عشان بتتقام على حقوق وواجبات. وكمان حد يتصور ان انا منحاز؟ حد يتصور ان انا منحاز للمرأة؟ لا والله، انا بحاول اعطي حق. تم انتهاكه من زمان والناس مش فاهمة، والاسر اتعودت، الازواج وال يعني اتعودوا على كده، اتعودوا على ان هو ده يعني يمد رجله قوي وهي ما تاخدش. لا لا لا، كل حاجه بتوازن حقيقي ربنا طلبه وفرضه علينا، واحنا مسلمين بجد او لو احنا بشر حقيقيين بجد، ان احنا نحترم كل الناس ونحترم الحقوق ونتعامل بادب جم مع بعضنا البعض بما فيهم المراه، كل المراه اي مكان بقى من اي يعني دون تمييز. فارجع بس تاني اقول، لا احنا طبعا القانون الاحوال الشخصيه، وانا قلت قبل كده اذا ما كانش قانون الاحوال الشخصيه هيرضي بتوازن، عشان بس ما حدش يفهمني غلط، وفي بوعي وفهم عميق، فهم عميق لعورات المجتمع وقضايا المجتمع ويعالجها بشكل يكون بكفاءه عاليه، وده امر مش سهل، لان احنا ممكن نعمل الاجراء نتصوره الاجراء ده ايجابي ونفاجئ ان عوامل الزمن والثقافه والممارسات على الارض ما حققتش الهدف ده. بعدت عن الكلام الحقيقي اللي انتوا بتتكلموا فيه، اتمنى ما اكونش بعدت. بقول تاني، اشكالياتنا اللي كانت موجوده في 2011 انا كلمت عليكم، هي دي الاشكاليات اللي ادت الى عدم احترام حقوق الانسان في مصر، بما فيها الـ يتقال ان مثلا في عدم احترام ممارسات وشعائر اخرين. وانا قلت الكلمه دي قبل كده، انت زعلان ليه لما تشوف كنيسه او معبد يهودي وانت مسلم او العكس؟ ليه؟ وعشان كده الممارسه ما كانتش ان احنا قلنا نطلع قانون بس كده او نتكلم في الموضوع ده كده، احنا عملنا ممارسات فعليه تؤكد احترامنا لعقائد الناس، كل الناس، واحترامنا لعدم الاعتقاد. طب وانا بقول الكلام ده وانا فاهمه من منظور ايه؟ ديني، مش من منظور حضاري ثقافي فكري. لا، ده دين بقى، اللي عايز يسلم يسلم، واللي عايز ما يسلمش ما يسلمش، اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي عايز ما يؤمنش ما يؤمنش، ده دين، هو حر، اللي هيحاسبه واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى. مره تانية انا بشكركم و
يا استاذ شريف بيجيب انت نماذج في استعبتني جدا. طب انا هخرج عن النص اذا تفضل. انا هخرج عن النص. لا وعايز اقول انه انا عايز اشكر حضرتك مرتين. اولا شرف المتابعه، شكرا جزيلا. لكن النقطه الاهم بالنسبه لي انه حضرتك دلوقتي في حديثك عن الحاله اللي تم عرضها في البرنامج، وده جزء مهم بالممارسه حضرتك بتقدمه. الجمهور المتابع او التيار العام للمناقشات دلوقتي لما بيشوف حاله زي دي بيدينها، ما بيتكلمش عن الظروف اللي ادت زي ما حضرتك ذكرت، وده اللي انا بشكر حضرتك عليه، انك ما ادنتش الراجل وما ادنتش الموضوع. لا اتكلمت عن الظرف وازاي نتفاداه، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لانه دي الطريقه اللي المفروض كتيار عام نتناقش بيها في ظروف الناس بدل ما نحكم عليهم. شكرا جزيلا يا استاذ شريف. انا اللي بشكرك، بس انا عايز اقول لك على حاجه. شوف، وده وانا التحدي ده قلته من ضمن التحديات، وافتكروا انا قلت ان التحدي النمو السكاني اللي انت بتشوفه ده من قضايا كثيره جدا زي كده، انا اقدر اوفر، مش انا، اي حد في الدنيا يقدر يوفر لمليون انسان وانسانه بينزلوا سوق العمل سنويا. مين ده؟ مين ده اللي يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يعمل نظام تعليم جيد جدا ل 22 23 مليون تعليم عام؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ مين يقدر؟ هطلع ايه؟ مش انا، النظام هيطلع ايه؟ هيطلع تعليم متواضع جدا، دي كلمه مؤدبه. طب مين اللي هيقدر يعمل تامين طبي حقيقي ل 100 مليون حتى لو كان عدد مستشفياتنا 5000؟ انا قلت مره قبل كده وباكدها عشان اختم بيها الكلام بقى، دوله زي مصر عايزه على الاقل انفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويا، يعني 17 18 تريليون جنيه. لو الرقم ده موجود حاسبوني وحاسب الحكومة على الأداء، وحاسب الحكومة على الممارسات، وحاسب الحكومة على حقوق الناس. قول له انت طلعت التعليم ده مش كويس ليه؟ انت العلاج اللي انت هو انت فاكر يا أستاذ شريف لما لقي منا تطلب علاجها، امال هي كانت فين؟ هي كانت في أسيوط. فين يا أستاذ؟ كانت في أسيوط، البنت اللي داست عليها العربية. احنا مش قادرين نقدم علاج، بنقدم علاج تمييزي مش كده؟ علاج تمييزي يعني ايه؟ يعني في الاسيوط ما تتعالجش البنت كويس ويبقى في استغاثه ومطلوب ان احنا نتدخل عشان تتعالج. ده كلام؟ هو في دوله كده؟ العلاج يتقدم لاي انسان اي مستوى. اقولي بس زيه زي ده حق. طب انا قدرت اقدمه؟ انا بتكلم بعد 7 سنين يا استاذ ابراهيم، ما قدرت ومش قادر اقدمه. ممكن وزاره الصحه تزعل. استهدفت بمبادرات اللي يعني قلت ايه، طب انا هخش على قضايا بعينها احلها، فيروس سي اخش عليه اروح شايل من المجتمع المرض ده بفضل الله سبحانه وتعالى. اخش على حاجات اخرى زي يعني الكشف عن الامراض الساريه وغير الساريه، واشوف واعمل واستهدف ده واستهدف قوم الانتظار وبتاع. ما انا مش قادر اعمل كله. المفروض النظام اللي موجود فيه الدوله دي يحل مسائل الدوله المصريه. الدكتور مصطفى هيزعل مني ووزاره الصحه والحكومه. لا احنا بنتكلم بننقذ ذاتنا، احنا امناء مع نفسنا ان شاء الله. وبقول لكم تاني يا مصريين بتسمعوني كلكم دلوقتي، ما لم تنتبهوا لكلامي كله، لان كلامي هو كلام مخلص امين شريف فاهم واعي. والوعي ده كنت بقول عليه احد اهم قضايا حقوق الانسان في بلدنا او في العالم، لان انا ممكن اخدك على وعي زائف، وعي خيبان زي ما كده اللي اتعمل في 90 سنة اللي احنا بنقول عليهم، وكانك هو ده المنهج السليم وهو ده الدين الحقيقي وما دون ذلك حاجه تانية. فاحنا صدقوني عشان يبقى ده متسجل للتاريخ، يا جماعه يا مصريين، ما لم القضايا اللي بنتكلم فيها نقدر نتصدى ليها بجلاء. الدكتوره هاله بتقول 2% عايزه يعني 2 مليون ده الحلم، مش كده يا فندم؟ انا الحلم عندي 400,000. طب ليه 400,000؟ اشمعنى انتوا في حقوق الانسان عايزين تجيبوا الحد الاقصى؟ طب ما انا كمان عشان احقق للبلد
لازم اجيب الحد الاقصى، الحد الاقصى اللي ممكن انجح فيه والدوله المصريه تقدر تحقق فيها امال واحلام الناس. هم 400,000 بس، كم لا لا الانجاب 400,000. اقدر اعمل كده، اقدر احل المساله الى حين حتى تتشكل ثقافه لدى المجتمع بان واحد او اثنين كفايه، ويبقى بعد كده الجيل اللي بعد كده خلاص مش محتاج. لكن احنا ما نجحناش على 60 سنه في هذا الامر. فيا ترى يا ترى اصدقائنا، يا ترى المتابعين للشان العام في مصر من المنظمات الحقوقيه في العالم يعلموا حجم التحديات اللي موجوده في بلدنا وقد ايه هي بتؤثر على مسيره النمو الحضاري والانساني المبتغى. مش قادر، مش قادر اعمله لان الظروف والمناخ والبيئه والتحديات اللي موجوده مؤثره. طب حجم العمل اللي موجود ده انتوا بتقولوا هائل، مش كده؟ دي خطوه من 1000 خطوه في بناء دوله حقيقيه مدنيه ديمقراطيه حديثه تحترم ناسها وتحبهم وتجري وتسعى عليهم. شكرا جزيلا. طيب بس سريعا، في اطار حقوق الانسان ويعني وحق المرء في كل يعني ممارساته كلها، لكن في المحصله الا يمكن ان تصدر الدوله قرارا بتحديد عدد الابناء بمعنى انها ملزمه فيما يخص الانفاق على الابناء الطفلين بس ابتداء من الفتره القادمه؟ شوف يا استاذ ابراهيم، لو كان الموضوع يتحل بالقانون كنا اصدرناه من سنوات. لا، ما هو قانون، ما هو القانون اللي ما بيتنفذ ملوش قيمه. ولو انت النهارده خدت اجراء يتقاطع مع ثقافه المجتمع صدقني انت بتهدر الاجراء. ليه؟ ما حققتش المستهدف. هو الكلام ده عملوه دول تانية ونجحوا فيه، بس كانت البنيه، بنيه القانون واحترام الاخر المجتمع للقانون والتشريع كانت عاليه، كانت عاليه. فلا انا بس عايز اكمل، انا ما بقولش منع، انا بقول ان الدوله بعد الطفل الثاني مش هتبقى مسؤوله يعني حتى. طب انا عايز اقول لك، طب ده كلام جميل، ايه رايك ان الامر ده قد انا ممكن اجادلك واقول لك ايه لو انا عملت كده؟ طب المجتمع جاب وانت قلت ماليش دعوه بيه، طب هو ما راحش المدرسه، هو ما راحش المدرسه، هو ما تاكل يعني ما ادتلوش تموين فما كلش كويس. لا، في حقوق للطفل اللي مولود. طيب ما هو الحقوق الاساسيه هتحصل. لا انا بتكلم بقى من يتحملها، ده السؤال. ما انا تاني هقوله، انا النهارده لو طلعت قانون قلت ان انا الدوله هتبقى مهتميه، هتبقى تدعم، هتعمل لطفلين على سبيل المثال. طيب، طب لو اكتر من كده مفهوم. ثم بالمناسبه في فرق كبير جدا من ان احنا نحط فكرة قرار وممارسة هذا القرار. فكرة قرار وممارسته نيجي نعمله ما ننجحش في تنفيذه لأن آليات تنفيذه على الأرض مش، لكن فكرة القانون، ما احنا لما نيجي نتكلم على أوضاع زي كده يا أستاذ إبراهيم وليكم كلكم، احنا بنشوف تجارب الآخرين عشان نقول أني مسار منهم ممكن نجربه ونعمله عشان نحققه. أنا عايز أقول لك أنت النهارده بطاقة تمويل بيبقى فيها 9 و10، ما اقدرش اعمل ايه؟ طعم. يعني ما اقدرش، ده هم الناس كده وتعبانه يعني. اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا على الفرصه دي، على مستوى التفاعل ما بيننا وما بين بعض والتفاعل مع سيادتك، شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لكل الحضور على المتابعه والاهتمام، والشكر بعبر عنه على وجودي النهارده ضمن هذه الصوره وضمن هذا الحدث. شكرا للإعلامي القدير شريف عامر على إدارة هذه الجلسة النقاشية الثرية، شكرا لكل السادة المتحدثين الكرام على هذه المشاركة، أيضا شكرا فخامة الرئيس على هذه المداخلة.